انا بفكر في الحلقه دي بقالي شويه حلوين قوي، مش عارف اقولها ولا لا، ومش عارف اصلا بعد ما بفكرت فيها وقررت اقولها ان انا بعد ما تطلع من المونتاج هزعها ولا لا. بس هو المفارقه بتاعه الرضا والطموح، يعني هو انا طموح وعايز اكبر ومش عاجبني اللي انا فيه، ولا انا ما عنديش رضا ولازم يبقى عندي رضا واقول الحمد لله؟ والله انا ما عارف، بس انا واخد قرار ان هو ده طموح. لو في بقى العالم اجتمع علشان يسميه ده عدم رضا فسموه عدم رضا، لكن هو بالنسبه لي طموح. كون انا مش عاجبني الوضع اللي انا فيه وعايز احسن ده طموح، انا مش عاجبني اللي باخده وعايز اكتر ده طموح، ده طمع، ده طمع. يعني يسموا الحاجه دي ايا كان مسماها. كون ان انا مش عاجبني الوضع وعمرو دياب هتمرض على الوضع الحالي ومش هسهر في هواكي ليالي، ده بقى عدم رضا، ده بقى طمع، ده بقى حبظلم. هو زي ما هو، انت لازم عشان تاخد خطوات كبيره في حياتك لازم ما تبقاش مستريح. ما ينفعش تاخد خطوات كبيره وانت مستريح، مش تعرف تاخد. في حلقه طويله جدا 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 بتتكلم على الموضوع ده، ان الراحه دون ماكس مع النجاح. صباح الفل، لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.